رشيده انا جربت اخلص التمثال اهو. بتعمل ايه يا بكار؟ بعمل تمثال من التين عشان الونه زي ابن عمي شبلي. بس الطين طري والالوان مش هتمسك فيه. ما انا هديه لامي تحطه في الفرن علشان ينشف، ما هو الفخار بيتعمل كده. بس هي فين الالوان دي؟ شبلي هيجيبها لي. ادعي بس ان الراجل اللي هو رايح يبيع له التمثال ينبسط من شغله. يا رشيدة! بعدين بقى هو ايه اللي اخره كده؟ هو اتاخر ليه؟ ازيك يا شبلي؟ عملت التمثال؟ حضرتك اتاخرت قوي، اهو زي الصوره بالظبط. افارم عليك. ها عاوزني اعمل لك منه كميه قد ايه؟ طب مش نشوف الأول يا شبلي السياح هيحبوا يشتروه ولا لا؟ امسك امسك حق التمثال اهو، امسك. شكرا، مستني تليفونك. ايه رأيك؟ ايه ده؟ ده بالظبط الواد ده كنز. طب مش هتقول لي بقى ايه الخطة المرة دي؟ النهاردة بالليل يا حلو هتعرف مشرط بيخطط ليه. اوعى. بالظبط، مش ناقص الا الالوان. هو يا بكار. هو يا شبلي، ايه عجبهم التمثال بتاعك؟ ايوه، وزي ما وعدتك جبت لك الالوان اللي قلت لك عليها. الله، ده انا كان نفسي فيها من زمان. شفت انا عملت ايه؟ انت شكلك ليك مستقبل كبير في النحت يا بكار. ولسه لما لونه هيبقى صوره تبقى الأصل من رشيدة. خلي بالك بقى لرشيدة تغير.